دور محمد صلاح بقى كابتن حسين في مباراة الكاميرون، واحنا خلاص احنا انتهت مباراة المغرب على السلام الحمد لله، فاحنا الناس بتبص لقدام بقى خلاص اللي فات فات. صلاح دوره النهارده كان رائع، عمل اداء غير عادي وهو اللي جاب التعادل وعمل تمرير الكرة بالعرض. مباراة زي الكاميرون بقى وهم يعني بيلعبوا في ارضهم، وفي نفس الوقت احنا كلنا اكيد وحضرتك شفت لما رحنا اول يوم ما وصلنا الكاميرون الجمهور ازاي كان بيحيط الكاميرون بملعب التدريب بملعب التدريب ومقر الاقامه عشان يشوفوا صلاح. بص الجمهور ده اللي تدافع عشان يحضر مباراه، فمحدش عارف اللي ممكن يجرى فيه. بص يا كابتن شادي، وجود صلاح مع المنتخب سواء بره جوه ده ما فيش كلام. صلاح دلوقتي بقى الليفل بتاعه عالي جدا النهارده بالمناسبه، مني قال نحن معنا اعظم لاعب في الكره طبعا مش قال لك في الكره الارضيه النهارده، قالك احنا طبعًا نملك اعظم لاعب في الكره الارضيه طبعا. النهارده وجود صلاح مع المنتخب بيدي باور غير عادي للعيبه، بيدي ثقه غير عاديه للعيبه. النهارده محمد صلاح بقى في حته تانية خالص، اما يبقى معانا حته تانية دي بقت قصه تانية طبعا. النهارده لما يبقى في منتخب مصر احسن لعيب في العالم يا كابتن خالد، طبعا ده لا حاجه طبعا. لا يعني ده حاجه تانية بقى، يعني ده فخر ده كلنا، ده فخر ده فخر للعرب كله. بالظبط محمد صلاح النهارده بقى حاجه يعني حاجه مميزه جدا، بقى لعيب مصنف لعيب من احسن لعيب في العالم. لا ده وجوده في المنتخب يا كابتن شادي ده موضوع تاني، ده يدي 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 ثقه ويدي باور للعيبه ويدي يعمل لمنتخب مصر اي حاجه. ده كمان بره الملعب، ده مره انا بقول لك جوه الملعب وبره الملعب بالزبط. يعني حاجه لا ما يعني وهو كان احد اسباب الالتفاف زي ما بيقولوا، لما طلع وقال يا جماعه انسوا بقى موضوع الاهلي والزمالك دوت وخليكم مع المنتخب بتاع. وخلي بالك هو طلع يبدو انه في المباراه دي طلع مخصوص يقول الكلمتين دول، لان كان السوليه اللي هيطلع بعد كده، يعني السوليه كان المفروض في مؤتمر امبارح اللي هم ما راحوش، كان السوليه اللي رايح. ايوه تمام، مش محمد صلاح. ايوه انا فاهم، كان عاوز يوصل رساله النهارده كابتن شادي لما ينزل لعيبه معاهم احسن لعيب في العالم، دي حاجه كابتن خالد بتدينا في الملعب طاقه غير عاديه. طيب يعني انا معايا لعيب رقم واحد في العالم دلوقتي ومديني ثقه، وفي اي وقت محمد صلاح في اي وقت يجيب جون دلوقتي طبعا. لا والرقابه عليه برضه بيفتح النهارده، هو التمريره بعد ما احمد زيزو بص عمل له التمريره في اربعه راحوا على علي، بس في حاجه طبعا لا ده في حاجه بقى كده، لا ده الموهبه بقى والقدرات الخاصه بتاع محمد صلاح، هم قافلين له جوه لان هو بياخد بشماله هو قطع بره عشان يعمل تمريره، عشان يعمل التمريره طبعا، لان لو عمل هنا هيشوط. هم قافلين هنا لجوه بالسرعات بالظبط بثلاثة، واحد اللي ضاغط عليه وواحد ورا واحد، لكن هو زق في المساحه الفاضيه وبعدين عامل بايه؟ بيمينه وعامل بيمينه ايه؟ تمريره قويه بحيث ان هو يحط رجله قويه وبره الست ياردة، رايحه لفه يعني. لا في الوقت في الوقت الحالي دي قدرات خاصه طبعا، في الوقت الحالي ما حدش يوقف صلاح يا كابتن شادي يا مسهل. لا 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 هو ما حدش وقفه، هو بقى لعيب طبعا كل الخبرات وكل لا لا هو بقى وبيفتح السكه كمان لزمايله، بمعنى اتمسك بتلاقي تحرك النهارده اما بيمسك الكوره كنت خدت تلاقي اثنين ثلاثه لعيبه راحوا جايين واقفين، يعني واحد يخش واحد قافل من هنا واحد قافل من هنا. كابتن حسين هي اعلى مباراه لمحمد في استلام الكوره واستقراره عليها وتمريره، يعني مثلا شفناه في ماتش السودان ما كانش افضل وقت ليه في انه بيعرف يعدي. ليه؟ 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 انا احب اعرف على فكره. لا ليه؟ كان في مستويات عاليه في نص الملعب، كانت الكوره بتيجي لمحمد صلاح تمام في التوقيت ان ذا تايم تمام، لكن في توقيتات مثلا صلاح بيجري ما تتلعبلوش يقف فبتيجي في ظهره، لكن لما بتيجي تلعب الكوره بتبقى فيها اريحيه في التمرير تمام، في موقف هو يقدر يستلم فيه، يقدر يلف وشه، يقدر يحجز على كورته، يعمل دبل باس مع واحد ويروح عشان يروح في مساحه فاضيه. لكن في مواقف كانت الكوره بتتاخر من تحت، لان احنا بدايتنا ما كانش زي دلوقتي. لكن لما كل المستوى بيتقدم يبقى في تمرير سريع، في انتشار جيد، في مسانده ليه تمام. فلا فدي بتعمل طبعا بتعمل تقدم في الشغل بتاعه هو. انت شوف في ليفربول في ليفربول بيبقى من واحده الثانيه تك، خد بالك بيعمل ده بيتقرب من دوت، بيبقى في ليفربول هداف الدوري بالظبط، وعامل 16 تمريره. ما انا بقول لا انا بقول لك لا، زي ما كابتن حسين بيقول نص الملعب طول ما هو في تمرير جيد تمرير سريع الفكر، يعني انا في توقيتات ان انا قبل ما بستلم
هفكر لا ده انا وانا لا قبل ما بستلم عارف ان انا عامل لاسم محمد صلاح التمريره جايه. وبعدين في كمان دلوقتي في تكيف ما بينه وما بين عمر كمال عبد الواحد صحيح تمام، في مسانده من زيزو لما بينزل انني بيشغله، لا في شغل في الملعب. وبعدين كمان لما بتتلعب الكوره طويله لمصطفى محمد بتلاقي محمد صلاح قاطع من جوه علشان بياخد، لا كل ما انت في المستوى بيزيد التمرير بيبقى فيه سرعات في التمرير، لا فهو طبعا صلاح بيعمل لك الخطوره بتاعته. انت بتحب صلاح؟ مين بيكره صلاح؟ ده صلاح ده لا طبعا طبعا ده لا طبعا ده حاجه ده كمان كابتن خالد ده انك اديته مبررات جميله جدا بالظبط، لا عملت له تبرير جميل جدا اتمنى ان صلاح يستخدمه. لا بس لا انت برضه انت مقتنع طبعا طبعا لا قصدي على ماتش السودان، اللي ماتش السودان كان من اقل المباريات. لا لا بس علشان كان في احنا كنا مش كويسين لكن طول ما انت بيبقى في ارتقاء في المستوى في سرعه في الاداء، سرعه في التمرير تمام، سرعه في خلق المساحه في التحرك، كل ده بيديك انت اولويه في التحرك في السليم. فطبعا بتبقى في ده ياخدنا كمان يا كابتن حسين للمحترف الثاني اللي امال الموسيقى دايما محطوط عليه مع محمد صلاح ومحمد النني. النهارده محمد النني من وجهه نظري تفوق على نفسه بشكل تام، مفيش كلام. الماتش اللي فات برضه في كل حته مفيش كلام، النهارده اقوى النهارده مفيش كلام، كنت اشوفه يمين وشمال وبيضغط يا كابتن وبيضغط في الاكسترا تايم بيضغط. الناس المحترفه ده يا كابتن شادي بيبقى بيلعبوا كمان تحت ضغط وخاصه صلاح. يعني النهارده مصر كلها عايزه من صلاح يجيب جون ويعمل جون ويباصي ويعمل هو هم عايزين منه كده. هم الموقف اللي فيه اللي صلاح فيه دلوقتي والحته اللي هو نقل نفسه فيها بقوا عايزين منه كل حاجه يا كابتن خالد، عايزين صلاح يعمل جون ويجيب جون وينزل يعمل. احنا هنشوف صلاح امتى تاني يعني غير جيل هل في عندنا في اللي جاي ان شاء الله نتمنى يعني اللي يطلع من المقاولين ويمبي برضه يعني اشمعنى يطلع من الزمالك ويطلع من الاهلي عادي يعني المهم يطلع صلاح تاني يعني ان شاء الله. الناس المحترفه دي يا كابتن شادي النهارده بقى بيلعبوا تحت ضغط جامد جدا. النهارده الناس المحترفه اللي في منتخب مصر يا كابتن خالد عايزين يعملوا كل حاجه بالظبط، الناس طالبه منهم كل حاجه. انما بالنسبه للنني في نص الملعب الماتشات دي هو متفوق على نفسه ما شاء الله عليه، ده الهجوم ودفاع وناحيه اليمين واحمد وناحيه الشمال الباص بتاعه التغطيه، لا انني عامل ماتشات جامده جدا يا كابتن خالد ما شاء الله عليه. حقيقي طبعا طبعا.